نتكلم على الاتحاد بصفة عامة ونتكلم عنه خارج وداخل الملعب. بالنسبة لمسيرة نادي الاتحاد ممكن ككل هذا الموسم وفي هذه المرحلة بالذات، يمكن الاتحاد مش في أفضل الأحوال ولا في الوضع المثالي جدا، لكن الوضع أصبح أكثر وضوحا على كل المستويات. الاتحاد تجاوز كثير من المحطات الصعبة والتحديات، النتائج السلبية قبل فترة التوقف، في سلبيات نفس فترة التوقف وعدم وجود مباريات ودية، مشكلة بنزيما اللي كانت تلقي بظلال على الفريق تم حلها، مشكلة عقود اللاعبين الأجانب أصبحت الأمور أكثر وضوحا حاليا. في أكثر من جانب يعني تجد في تحسن في الوضع العام لنادي الاتحاد. فترة الانتقالات ما تم فيها صفقات كبيرة جدا، لكن تم فيها صفقات مهمة جدا بوجود لاعبين شباب وقادرين على خدمة الفريق. الإصابات واحدة من أهم المشاكل اللي في نادي الاتحاد، ورغم وجود إصابات عديدة إلا أنه عاد عدد من اللاعبين من الإصابات، وأصبحت التشكيلة بالاحتياطي مميزة جيدة إلى حد ما مقارنة بالوضع السابق.